يعني ايه اهل الدين واهل الدنيا؟ عشان بس الناس في تفهم. ناس يعني اهتماماتها اكثر بالدين، بالدنيا. بالدين يعني اوكي. يعني عبادته على طول، تلاقيه بيصلي على طول، بيصوم على طول، تسبيحات. دي الناس دي العصر رؤيتها ليه في المنام معناها على طول القرآن، لان في واحد راح قال رأيت نطفة تنطف من السماء وتنطف عسلا وسمنا، ففسرها سيدنا ابو بكر الصديق انها القرآن. تمام. وطبعا السمنة دي السنة، فده دلالة على ايه؟ ده اهل الدنيا الدين. اما اهل الدنيا بقى فهو بقى ايه، يخص كل شيء للذة في حياتك، يعني زواج، تمام، عمل، فرحة، فلوس، رزق، اي حاجة فيها لذة ومتعة تندرج تحتها احلام الدنيوية، كالبني ادم الدنيوي.